أو السوق. موسم يبدأ يوم 25 من يوليو من كل عام ويتواصل حتى 2 سبتمبر حسب التقويم الفلاحي المتوارث في تونس. وأوسو كلمة أصلها أمازيغي تنقسم إلى كلمتين: أوي بمعنى خذ، وسو بمعنى الشرب. ويبدو أن ذلك مرتبط بارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة وحاجة الجسم إلى السوائل والمعادن. قيل إن أوسو إله البحر لدى الفينيقيين منذ 2000 عام، وقيل إنه إله روماني. صوره البعض أشعث ذا شعر طويل يمسك بعصا محاطا بخيرات البحر، ونحتت صوره على فسيفساء ولوحات وجدت بمدينة سوسة التونسية، حيث يقام كرنفال له كل عام، ويقال إنه بطل فينيقي يدعى أوزوس. أنا شخصيا أرى أن أوسو الصيغة التي أتت به ربما جاية من قصة قديمة جدا في تاريخ الفينيقيين وفي تاريخ صور بصفة عامة، هو علاقة ببطل من صور اسمه أوزوس. أوسوس أوسوس هدايا تقول الأسطورة وقعت حريقة في صور في عصور ما قبل تاريخ. شعمل هالبطل أوسوس؟ خذا شجرة ونحالها العروف متاعها، وخذاك من كيما نقولوا احنا القعمورة متاعها وحفرها وجعل منها كي المركب وهرب من الحريقة هذيك. في سوسة التونسية وفي مختلف الولايات الأخرى يحتفي الناس بأوسو ويقبلون على البحر في أيامه الثلاثة الأولى اعتقادا منهم بأن فيه شفاء من أسقام الشتاء. تدق الطبول وتزين الشوارع وتكسوها العربات الرمزية والفرق الفنية واللوحات الراقصة الفولكلورية تتصدرها عربة إله البحر التي يمتطيها الشخصية الأسطورة أوسو على أنغام الموسيقى والأغاني. لهذا الموسم نكهة ونواميس وطقوس خاصة في تونس لا سيما في أيامه الأولى. فالتونسيون يعتقدون أن مفاصل الإنسان تكون أكثر لينا في هذا الفصل وعظامه أكثر هشاشة، خاصة أولئك الذين ينامون في النهار. ورغم أنه معتاد النوم في القيلولة خلال الصيف، يحجم التونسيون عن النوم خلال نهاره ويقبلون على أكلات تحوي البقول الجافة واللحم حتى يشتد عودهم، ويقصدون البحر وعيون الاستشفاء. فيهما يسبحون مطولا لتقوية البدن وتعقيمه ومعالجة آلام المفاصل. هل عندكم عادات خاصة بهذا الموسم؟